نرد على شبهة يأتي بها دعاة الشرك وعباد القبور ودعاة الوثنية، وهي قولهم لا يوجد شرك اليوم على وجه الأرض. أولا، هناك حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الشرك أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الحديث. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما الشرك أخاف عليكم، مش معناته ما حيكون في شرك على وجه الأرض لحد يوم القيامة، المعنى ما كده. المعنى الصحيح انه حيكون في شرك وكفر اكبر ما كان موجود حتى في زمن ابي جهل وابي لهب مثله، وحنبين النصوص بعد شوية. لكن معنى الحديث ما الشرك اخاف عليكم، قال ابن حجر العسقلاني، ده الشرح صحيح البخاري، والحديث رواه البخاري بالصحيح. لان يا جماعة المشكلة ما في النصوص الصحيحة، المشكلة في الفهم الصحيح للنصوص، ده الإشكال بتاعنا الليلة في البلد دي. النصوص موجودة، القرآن موجود، ما في إنسان يقدر يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة موجودة وهي محفوظة بنص الآية السابقة كما قال العلماء: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، القرآن والسنة. وربنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن حجر العسقلاني الحافظ العلامة، ده ما زول فكي زي ذاك، ده علامة حافظ، قال معنى الحديث ما الشرك أخاف عليكم، قال بعض العلماء: أي لا يقع الشرك في الأمة كلها، يعني مستحيل الأمة كلها يكونوا مشركين. ده القول الأول، لأنه ممكن أغلب الناس يكونوا مشركين، وده الواقع بنص القرآن. خلي الواقع، ربنا قال في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية دي فيها إنه الشرك بيجي بعد الإيمان، لأنه ربنا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفيها إنه الأكثرية يعني الأغلبية بيقعوا بالشرك، لأنه ربنا قال: وما يؤمن أكثرهم، يعني أغلبهم والأغلبية. وده الواقع الليلة، الواقع الليلة، القبب والقبور اللي بتبركوا بيها وطينة وضة الطريفي اللي بيلوكوها يبيعوها بالسوق، بيجيبوها قالوا من المناقل يبيعوها في سوق ليبيا في أم درمان، طين يجيبوا من هناك، كلب يا أخ ما بيلحص الطين يا أخ لو لقى مويه، يجيبوا من هنا يبيعوا هنا، ده شرك ولا ما شرك؟ تبركا به ويعتقدون فيه النفع والضر. فدي آية من القرآن الكريم، والواقع يشهد الكتب دي الموجودة دي تحت الصوفية دي الفيها ده شنو؟ الفيها ده شنو؟ نكات؟ ده ما شرك بالله. لما واحد يقول إنابة خضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، يعني إذا حصل أمر عظيم قال تنادي إسماعيل ولي الله، تستغيث به ما تنادي الله، ده الشرك ذاته وده الكفر ذاته. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. البدع غير الله كافر من الكافرين كما قال الله عز وجل بنص القرآن. المعنى الثاني، ابن حجر العسقلاني العلامة الحافظ رحمه الله قال: ما الشرك أخاف عليكم، أو لا أخاف عليكم أن تشركوا بعد. قال المعنى الثاني من معاني هذا الحديث، قال ده خاص بالصحابة، يعني ربنا عصم الصحابة من الشرك بنص الحديث ده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما نتكلم عن العصور
اللي بتجي في آخر الزمان اللي هي بعد 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 الصحابة في زماننا ده وغيره وانت ماشي، قال الشرك حيحصل. أهدا ودوين ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة يعني القيامة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. حديث واضح ولا ما واضح؟ واضح. رواه الإمام مسلم في الصحيح، ورواه البرقاني في الصحيح، ورواه أبو داود في السنن من رواية ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه. الرسول قال يوم القيامة ما بتقوم لحد ما ناس من أمتي يشركوا بالله. وده هو الشرك الموجود. الحجبات اللي بيبيعوها بالسوق دي بيبيعها منو الحجبات دي؟ اللي بيبيعها منو؟ بيبيعوها ستات الدكوة؟ بيبيعوها صوفية شيوخ الصوفية. الحجبات دي ده الشرك ذاته، لأنه هي اسمها بالشريعة التمائم، وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. في شرك ولا ما في؟ في الليلة تمائم حجبات ولا ما في؟ يبقى في شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا أن الشرك حاصل في هذه الأمة لا سيما في آخر الزمان حاصل. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلص والخلصة. كله صحيح. ده صنم كان بعبوده زمان قبيلة دوس وانتهى منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم القيامة ما حتقوم إلا قبل قيام الساعة وقبل يوم القيامة ناس يعبدوا الصنم ده من جديد. يبقى في شرك ولا ما في شرك؟ فالصحابة ربنا عصمهم من الوقوع في الشرك. طيب قد يعترض معترض يقول يا أخي في جماعة من الصحابة ارتدوا تاني رجعوا للكفر أو للشرك، يروى عن عبيد الله بن الجحش وكذلك صح في قصة المرتدين الذين منعوا الزكاة وارتدوا، وقصة العرانيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إسلامهم وارتدوا وسرقوا الإبل حقت الصدقة التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كيف؟ ديل ما يسمهم صحابة، ديل يسمهم مرتدين. لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يعني على الإيمان، فلو بيزول ارتد ومات على الكفر حتى لو آمن عند رسول الله لكن ارتد وكفر ومات على الكفر ده ما اسمه صحابي أصلا، ده اسمه مرتد، ما اسمه صحابي أصلا. فالشرك موجود وهو الأكثر في هذه الأمة. قبب تعبد، أوسان، فكية، شيوخ طرق، مدايح كلها شرك. عندك مداح تابع للطريقة المكاشفية قال نحن في الله عندنا شك، شكك في الله عندنا شكك لكن في شيوخنا ما عندنا شك. هذا سمي شنو؟ مش ما في كفر؟ ده سمي لي انت، ده تعال سمي لي انت. زول قال انا في الله شاكي لكن في شيوخ الطرق الصوفية ما عندي شك. طب شكدة تلقاهم بيكتب في العربات وفي اللواري وفي بعض الحفلات وبعض الركشات يا المكاشف مدد الكشيف. ده ما الشرك ذاته، لأنه ده دعاء لغير الله وهو شرك. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. موجود شرك والله، شرك بالكم، وما في شيء غتس حجر البلد دي إلا الشرك. والشرك ده ما جبروا، الشرك ده نشروه
شيوخ الطرق الصوفية هم نشروا الشرك والإلحاد وعبادة القبور والقبب وعبادة الأولياء المزعومين وعبادة غير الله عز وجل. شكد الرجال لو ما اتكشفوا وحالهم اتبين والناس دي الأمة دي وحدت ربنا سبحانه وتعالى حالنا ده ما بينصلح أصلا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده اللي حصل لنا بالبلد دي. توبوا إلى الله عز وجل وخلوا الطرق دي كلها أكفروا بها واتركوها وخلوا عبادة القبب والتبرك بالأضرحة والقبور وأدعوا الحجبات والتمايل وتوكلوا على الله عز وجل. ربنا بيفتح لكم من فوق ومن تحت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.